السلام عليكم خاوتي، اخوكم سفيان توجو. اوكي، البرد، الشتاء، جيت لهاد البلاصة كاين الماكلة، كاين الحواس، كاين كلش. وشنو المقلين؟ ما كاش المقلين، ما لقيتوش. اصبر، راني صابر، راني ندور. عندي دوك واحد 3 سوايع وانا هنا ما لقيت حتى مقلين. بلاصة شابة خلوية حتى تما، دوك ندورها شوية بك باش تشوفو. شوفوها بيبري، كاين لي باساجيم يعقبو، سبحان الله كي ما يسمعش مقلين تحت يعيط ولا ما يبط، يعاود يدور يروح بلاصة واحدة أخرى، شغل ما كاشهم صحابي نروح الجهة اللي ملاه. المهم، وش حبيت نقول خاوتي؟ المبتدئين توجور، إنسان جدد، خامس عفسة لابد أن تعرفها قبل أن تربي المقنين. نجيب لي ربي، هذه أهم حاجة خويا العزيز. نبدأك بالحوايج اللي راح يكرهوا لك هاد الهواية، فهمت؟ راح يكرهوا لك هاد الهواية، ثم نبدأك بالأمور باش ما يتلفوها لك، باش تبدأ جوست، فهمت؟ هذا واش حبيت نقول. أوكي، أنت جديد ولا قديم؟ ما يهمش. حبيت الهواية هادي تحلالك، نوصيك عفسة. أخطيك من الشون، أخطيك من الشون، وأخطيك من العيبات تاع الشون. نفهمك عفسة أخويا العزيز. نسمعو بزاف هضرة، نسمعو وود بيكر، كون يعقب عليا، كون يعقب عليا وود بيكر هذا. فصعيب باش تحكمو يا صاحبي، شحال يبوجي. خويا العزيز، أخطيك من الشون، أخطيك من الشون، يعني شغل وداك حبت شغل تعرف نوطة هنا، وتعرف المقلين تاعك هابيبري وش هو يهدر وش هو يقول زعما هابيبري وبتاع، باش تقص رابك هكذا. معليش يا خو، هم كاين عباد راهم يوروا، فهمني؟ بصح باش تدخل في الشون، باش نعلمك أمور. الشون داخل في تجارة، ماشي داخل في أي عفسة. ما عندنا لي كومبيتيسيون، ما عندنا عفايس نديروهم، ما عندناش شغل. الشوم يهضروا عليه وماشي موثق، ما عندناش. كاين عباد، عمي موسى وعمي السعيد وعمي كدا وسانتا ماريا، ولا بصح ما كاين حتى كتاب، ما كاين والو، ما كاين حتى ديوان، ما كاين والو، فاهم؟ هضره في هضره، ومن بعدك تما كي تولي هضره في هضره، حبي يقول بلي ما عندنا والو. انت كي راك تقول لي المقلين هذايا فيه 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 كدا ولا فيه كدا، واش من المصدر عندك؟ ما عندكش مصدر. ها خويا العزيز، ها واش حكيت لك بكل، يعني بكل نحترم عقلك، فهمتني يا خو؟ علاش لو كنت تبع الشون هذايا والله ما راح يعجبك مقلين، باسكو علاه؟ عندنا 27 فساد في المقلين، فهمتو؟ اللي انت عندك ماشي فساد، عند جارك فساد. حبي يقول باللي شغل يولي مقلين ما يعجبك، خاصة كي زعما انت تحب تسمع المقلين تاعك زعما تخرج وتدخل وبا، يجيك واحد يعييك. تسمى الفوميوت كي تروح تسمع مقنين، ولا كي يجيك واحد يبدا يقلقل عليك، قول لهم بيبي، قول لهم يسمع في المقنين تاعي وما يهمنيش وشو يقول، ما يهمنيش، انا نحب نسمعو. باسكو دوك نقول لكم عفسه خاوتي، لازم تعرفوها مليح. الناس يهضروكم على ليستوار، ياك يهضروك على ليستوار تاع المقنين، اما على ليستوار تاع المقنين ما حكولكش عليها. انسى اللي كانوا يربوا المقنين بكري خاوتي، انسى جايز تاع بكري، فهمي؟ هما اللي كانوا يربوا المقنين، دوك هما كانوا هما يتهلاو فيه وما يمدولو كلش، هما يمدولو كلش، فهم؟ تسمى هذه داخله في التاريخ اللي ما نهضروش عليه حنايا، فاهم؟ ما نهضروش بلي نسا هما اللي كانوا مربوا الزواوش، فاهم؟ انا شخصيا تعلمت المقنين تاعي من عند العجوز، وكاين اللي تعلموا من عندي، بزاف تعلموهم من عند يماهم جداهم، كاين بزاف تعلموا المقنين من ساكتر ما تعلموها الرجال، فاهم؟ باسكو هذاك الوقت المقنين كان يتلاوح، ما كانش ناس تصيدو، ما كانش كانوا يصيدو. واش تصيد مقنين؟ واش دير به؟ فاهم؟ الناس ما كانش تقدر تحقق القوت تاعها، تقول لي انت تشري مقنين تبيعه ولا دير به دراهم. تسمى العقليه كاع ما كانتش، هاد العقليه بانت كي خلص المقنين خاوتي، بانت العقليه هادي تاع هذا عنده كتاب، هذا عنده ديوان، وواحد فيهم عنده والو، وهذا يعرف هادي، وهذا يعرف هذا، وهذا يعرف هادي، فاهم شنو نقول لك؟ شغل. وثانيا باش نزيدو نهضرو، الحكايه اللي تسمحهم على بكري وسي فلان وسي فلان، هذه كاع كانت كيما نقولوا حنايا الناس كاع تخزر فيا، شغل مهبول. كانت هذه شغل، معليش انا قصرها في حومه،
فهمني قصرة في حومة، بعد هذا سانتا ماريا رجعنا رب تاع المقنين هذا سانتا ماريا، وما دار والو. كي تولي تشوف ما كان حتى الديوان دارو، واللي يعرف الديوان تاعو يعطيهولي ماذا بيك، انا مش نعرف. شغل دخلنا عباد ولينا نعبدوهم، ماشي نعبدوهم فاصون بارلي، شغل نهضروا عليهم بزاف، وهاد العباد هما ما داروا والو، زون ين في ما تبعوا المقنين، ما خلاو لنا تبعوا المقنين في الطبيعه، ما شغل ما سمعوا كاع الشون تاع لي سيكتور، ما داروا سمع مقنين في القادوس، قال لك هادو المير في الجزائر، هاديك فسرات له الشون. يا صاحبي شحال كامل ولايه فيها المقنين؟ نقولوا كاين 25 ولايه فيها المقنين، تما تاع القادوس خير منهم كاع، ولا تاع كدا، كل واحد يقول لك فولي طياب جوستومون. علاش خطيك 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 خو، وننصحك ثاني خو، المقلين ماشي تجاره خويا العزيز، المقلين ماشي تجاره، ولا تكسب المقلين باش تبيعو، انا مانيش نهضر معاك. باسكو المشكله وين راهي؟ في الناس بزاف عموم ما يعرفوهمش، بلي ما تعرفش المقلين حتى ايش عندك فوق 5 سنين، المقلين فوق 5 سنين فهمني خو، حبيت يكون عندك مقلين شباب فوق 5 سنين، تشوف مقلين شباب كورو كيما تقولوا له شي كوع، راهو مسقم الشون تاعو، راهو سواسوا، راهو حب يعلمو دوكا، فهمت فهمت، يلحق مقنين فوق 3 سنين 4 سنين هو يحب يعلم الشون تاعو للفراخ واحد اخرين، باسكو المقنين هو بداتو ماتر دو شون، فهمت، ومحال يقول لك ملي يقول لك المقنين يرفد على الطبيعه ويرفد على زواج واحد اخرين، يقلد زواج واحد اخرين، قل له اتقي الله، كل واحد كيفاش خلقه ربي، ربي خلقهم على الاول هكذاك، وعطى لهم التغريده تاعهم، وان شاء الله هاد اليامات نهضر عليها، باسكو وريت لكم كاع، وريت لكم كاع التجارب اللي درتهم، بعد تقريبا تجي الخلاصه، تجي الخلاصه واسمعوني برك، انا نهضر بالمنطق ونهضر بعقولكم. خويا العزيز المقنين ربيه، خويا العزيز ماشي زعما يصرى لك مشكل شويه يعطي لك 500,000 تبيعو خو، شغل هكذاك ما تقدرش الهوايه تثقبها، غير تبدا تفعل من المقنين تاعك ليك مربيه وكذايا، عامين 3 سنين بعد تبيعو خلاص الهوايه تاعك راحت، باسكو تولي تبيع، تولي تبيع المقنين ما نكذبش عليك خو. اذا انت تحب تبيع المقنين خلي واحد ليك نتايا، على الاقل ما تكسرش كاع الهوايه، خلي واحد عندك والاخرين بيعهم، لازم يكون عندك مقنين. انا ما نعرفش، انا مربي ما عندوش مقنين، ما شافش انا 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 كي يكون واحد يهضر على المقنين معاك ما عندوش حتى مقنين، زعما فوق 5 سنين 6 سنين ولا 7 سنين ولا، قول له انت مازال ما عرفتش المقنين، كومام مازال ما عرفتش المقنين، باسكو حكايته طويله، المقنين حكايته طويله، وسيرتو مع اللاج، تمشي مع اللاج فهمني، قد ما يكبر المقنين قد ما يولي يزيد يحلالك معاه، فهمني؟ هادي هي التربيه تاع المقلين، المقلين ما يتباعش خو، ماشي تزير عليك عفسه وكذا تما تروح تحصلها في المقلين وتروح تبيعو على جال 500 600 الف، وانت لو كنت تقدر دير عفسه واحده اخرى تبيع تدخل وقيله مليون، تما الحاجه السهله تشوف المقلين تاعك يغني، واحد قال لك تبيعو تبيعو، وخلاص قتلت الهوايه خويا العزيز. كاين امور ثاني نوصيك عليهم، كاين كاين مصطلحات، مصطلحات يستعملوهم بزاف، هادو مصطلحات كاع اسواق ولا ما كان حتى معنى لهم، فهمت؟ مقلين كوبلر هادي ما كاش منها، المقنين كاع يكوبلي، شارمور المقنين كاع شارمور، كاع شارمور، هي على حساب الكاجا كيفاش ديرو، ديرو في كاجا صغيرة تقتلو بالطاقة، هادي تقتلو بالطاقة، كاجا صغيرة ما يقدرش يطلق الطاقة تاعو يهبل، يولي يدير دي مانيير ديفيرون على تاع الطبيعة، حبي يقول هذاك المقنين ماشي شارمور، هذاك المقنين مهبول، فهمت، داك قتلتو بالطاقة كحرقت جدو، فهمت، مانيش كاين بزاف واحد المصطلحات زعما كرافاتي، هذا مقنين نورمال كونترار، شري مقنين نورمال اللي ماشي كرافاتي خير من هذا، هذا فيه ديفو جينيتيك، ما ولا دوبل لوج ولا صافي با دير بلي دوبل لوج يتبع غالي على النورمال، علاه ما يغنيش خير منه، تبي ربي المقنين اولي، هاه انا راني بعيد راني شفته يتحرك في الشوك ليها، بصح دوك من بعد نروح ليك باش ما نسجل، المهم راني نقصر معاكم هكذا، خلي كاميرا في بلاصتها خير، فهمت خويا العزيز؟ فهمت، الثوم البصل هادي بالك تجي مع تجي مع، باسكو مازال راح نكمل، هي شوف هي انا مع الاول نبدا لك باش حاجه ريح تكره لك التربيه هادي، ومن بعدك باش نحكي لك على المقلين كيفاش تربيه وكذا، نقدر يكون في 3 مواضيع بالك زوج مواضيع نكمل لك كاع حكايه المقلين كيفاش تربيه وتعيش، وتسمى تسمى المقلين ساهل، الامور هادو مالي واعرين، الامور هادو مالي ما يخلوكش تربي المقلين، ما تقدرش تحب المقلين، فهمت كيف؟ امبوسيبل تحب المقلين بهذ المصطلحات. بالك الناس تجي لك تقول لك المقنين تاعك فيه الزاق ولا فيه الويط ولا فيه والفساد، هذا الفساد هذا خويا غير خطيك من الفساد هذا ثاني، ويجيك واحد يقول لك في المقنين تاعك انت ما تعرفش، يقول لك المقنين تاعك فيه الزاق فيه كذا، يعييه لك بالك يبعث لك واحد اخر يشري عليك، هذا الامر شون بور لو مومون رانا تجاره، ما عندنا كومبيتيسيون، ما تفهمنا على والو، ما كاين ديوان، ما كاين كتب، ما كاين والو، فهم، ما درنا والو حنايا، الناس بكري ما داروا والو ثاني، مانيش نقول لك راني نعاير فيهم ولا بصح ما داروا والو، انا كي حبيت نعرف في الوقت ما لقيت والو، لقيت غير الهضره، وللان مازالني نحوس وما كاين والو، كاين غير الهضره،
هادوك هضروا في الحومه مقنين تاع قهاوي ولا مال بشاري تولات تاع قهاوي فهمت. شغل هضره تاع قهاوي خرجت لبرا دارت لحقت للسوق ومن بعدك السوق زاد خربها كاع ومن بعدك ولا المقنين ولا المقنين ما يعرفش يغني يقول لك المقنين ما يعرفش يغني المقنين ما يعرفش يغلق ما يعرفش يربط ما يعرف يدير والو. هاد المقنين هذايا خلاص خلقوا ربي غلطه ربي غلط كيخلط المقنين مع هاد الغاشي باسكو شغل هكذا راهم يقولوا لنا راهم يقولوا لنا ربي غلط في هذه المقنين خرجوا هذا وهذا فهمت. هذا واش راهم يقولوا لنا ملحقوا فينا للجهل يخرجوا للجهل حبوا يخرجونا من رحمه ربي وحبوا يقولوا لنا بلي ربي غلط فهمت. ها واش راهم حبوا يقولوا لنا فهمت باسكو علاه هو يقول لك المقنين يرفض الزاق على زاوش واحد اخر وهي ما كاش منها ربي ما يديرش هاد الامور ما كاش. كل زاوش عنده لا فاصون ديالو تاع الغنى يتشابهوا داكور بصح ماشي كيف ماشي كاع كيف ما عندهم حتى معنى فهمت. ما عندهم حتى معنى اخو ربي خلق كل حاجه بارفات يعني بالشعره قل من الشعره كاع بنانو كما يقول لك. ما تجيش انت يا كافي يا الشبرق يا اللي ما تعرف والو تجي انت تعيب لي المقنين هذه والله ما نسكت عليها الى يوم الدين ونبقى نطاكي فيكم حق الرب العالي وما تحبسوش نبقى نطاكي عندي الوقت وعندي الدلائل وعندي البراهين عندي كلش قسما بالله غلا العقليه حتى تحبس باش نحبسها انا غير ولا مت فهمت. وخاوتي اللي معايا اللي راهم يتبعوا فيا واللي راهم يتابعوا فيا ما نقولش يتبعوا فيا ايه كوكلا وثيكا يا احبس من صورك احبس والله ما حب يحبس هكذا خاوتي العزاز. شغل انا نشوف القور هنا يربوا في الكلاب انا جاميش قاوري عاير كلب تاع قاوري واحد اخر ولا قاوري تشومر يروح يبيع ها مليك اربعه جاو ها مليك ها سبحان الله انت جاو هربوا الغاشي هذو هربوها يا ربي دورو يا ربي دورو يا ربي دورو لا راح يجينا من هنا لا مولين بلاصه نتاع الماكله نروح يهبطوا عمل هذا وين راح هادو دوك نضرب دور عليها ونشوف. المهم حبيت نكمل انا جاميش انا ما بالك القوري انا ما قال هنا كاين عيب كاين قول هنا ما يتم بالشرع على تاع الجزائر جاميش انا قوري تشوف من راح تباع الكلب ديالو ولا